سلام، ان شاء الله تكونوا كامل بخير. اليوم درت طاجن، حبيت نشارك معاكم الوصفه، ان شاء الله تعجبكم وتجربوها. لي طاجن تاع اليوم درتهم افيك اون كريم او سيترون. الحاجه الاولى راح نحيت القارص من الشجره، كما راكم تشوفوا راهو يشهي خضر، يعني مازال ما صفرش بصح فيه الماء. يعني انا هنايا نحيت 3 حبات، بصح اذا كان عندكم قارص مليح تقدروا ديروا 2 حبات برك يكفو. عصرتهم، صفيت هذاك القارص، حطيته في كاس وخليته. راح نروح نحضر الفون دو طاخت تاعي. هنا عندي 125 غرام تاع زبده، زدت لها حبه بيض كامله، زدت لها 2 مخارف كبار تاع سكر غلاس معمرين، زدت هنايا درت 2 مخارف صغار تاع لافاني. نتوما ديروا مغرف كبيره معمره تاع لافاني، رشه تاع ملح، مغرف تاع مايزينا تكون معمره، ومغرف تاع زيت. وراح نخلط كامل هذه المكونات. هنا باش تجيكم تخدموا لاباتا سابلي هذه وتجيكم سهله، الزبده تكون يعني ما تكونش في الفريجيدار، تكون درجه حراره الغرفه باش تجيكم سهله في الخدمه. هنا خدمتها كامل مليح بيدي، ومن بعد بديت نضيف لها الفارينه، لها نص مغرفة تاع خميرة وكملت. بديت قيت نزيد الفارينة حتى تحصلت على عجينة ما تكون يابسة بزاف، ما تكون طرية. هنا كانت طرية شوية، زدت لها مغرفة فارينة دخلتها فيها، ومن بعد حكمت هذيك العجينة تاعي، درتها في ساشي تاع نيلو ودرتها في فريجيدار حوالي نص ساعة. بعد ما نخلي العجينة تاعي ترتاح في الثلاجة، راح نروح نحضر الكريمة. هنا بالنسبة للكريمة، هنا في بول حطيت كاس تاع السكر ماشي معمر، 2 حبات بيض كاملين، مغرفة تاع لافاني تكون مليحة، 2 مغارف ونص تاع مايزينا. هنايا زدت لها 2 مغارف ونص تاع مايزينا، ومن بعد جبت الفوي وخلطت مليح. هنايا كي كنت نخلط كنت حطيت 2 كيسان تاع حليب يتفاو، يعني هنايا الحليب كان سخون. بعد ما خلطت مليح بديت نضيف هذاك الحليب ونخلط او ميم طون باش البيض تاعنا ما يطيبش. خلطت مليح، حطيت الكاس الاول، حطيت الكاس الثاني، خلطتهم مليح. من بعد درتهم في كسرونه حطيتهم فوق النار حتى تقلي الخليط. بعد ما تقلي الخليط عاود رجعته حطيته، زدت لهم غرفه كبيره تاع زبده. حنجيب هذاك العصير تاع القارص اللي كنا عصرناه وحطيناه، وراح نبدا نضيف فيه لهاد لاكريم ونخلط او ميم طون. هنايا القارص ما نديروهش مع الاول، وكان نديروه مع الاول راح تخسر لنا لاكريم. هنايا بعد ما تتماسك نقدروا نزيدوا لها القارص، وراح تجي كريمه تاع الليمون بزاف هايله. راح نغطيها ونديرها في الثلاجه تبرد. انا بعد ما جازت نص ساعه راح نخدم الفون دو طاخت تاعي. هنا راح نكسلها، انايا هنايا نكسلها في، نديرها ديريكتومون ونكسلها في ساشي باش بنزيد لها ني فارينا ني والو، باش العجينه ما تيبسليش. نكسلها نديرها ماشي خشينه بزاف وماشي رقيقه بزاف، وراح نعمر كامل الليمون اللي عندي. وهنا كي كنت نخدم في العجينه كنت شعلت الفرن تاعي على 180 درجه. هنا كيما راكم تشوفوا كي نخدموا بالصاشي ماهيش راح تلصق كامل العجينه، راح تجيك سهله. ممكن تقلبيها، انا هكذا وقلبتها كامل. سمحوا لي هنايا ما كنتش نصور، وانا عم بالي يتصور، هنا ما صورتليش كي قلبتهم. ومن بعد ما عمرتهم كامل شديت فرشيطه تقبتهم مليح وحطيتهم في الفرن يطيبوا. بعد ما طابوا لي فون دو طاخت تاوعي، هنا حمرتهم جاو هايلين وجاو يعني هشاش. رحت جبت لاكريم تاعي اللي كانت في الثلاجه، شوفوا كيفاش تماسكت وحكمت روحها. جبتها عاود خلطتها مليح، ديروها في لابوش وتعمروا بها كامل لي طاخت تاوعكم. بالنسبه للتزيين، تزيين كل واحد كيفاش يحب يزين. نتمنى تعجبكم الوصفه تاع اليوم وتجربوها. ما تنساوش اعجاب بالفيديو وشكرا.